جايين من الساعة 11. انت كشف ولا الشرطة؟ انا سامع الجرس جوه بس هي برضو مش عايزة ترد علي. انا مش عارفة يمكن تكون زالت جاية تفتح الباب بس الشنطة لفت السكينة ضقرت كده فراح داخلة في وركها. بقالك كتير قاعد هنا استنى كتير؟ اصبح لنا كمان بقى ايه هوايات تانية زي ايه زي البنج. راحت شد القسطرة اللي المريض اللي معايا ايه قاعد يصوت. انا برتاح مع عم محمد لان عم محمد طبعا ما بيسرقناش. انا اساسا ناي وبيانو. مش ممكن طبعا ده اي بني ادم مستحيل ان يحصل يرضى باللي يحصل كده في الشارع. ايه وجع الدماغ ده؟ ده انت ب 75 قرش كان زمانك شاري دماغك وقاعد الساعه دي على النت لان فودافون عملت باقات بالوقت.